بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم المرن دي الدعم المرن عبارة عن اسطوانة زي ما احنا شايفين، جواها بيبقى حاجة زي الأنبوبة، الأنبوبة اللي جوه القلم الجاف. بتبقى الأنبوبة اللي جوه دي من الصلب أو من التيتانيوم أو النيتينول أو الفضة، معدن يعني له القدرة على الفرد والتاني يعني. بتبقى مغلفة بحاجة ما بتتفاعلش مع الجسم، سيليكون، بوليوريثين، مواد مختلفة يعني. آلية العمل ببساطة إنها بتتفرد وتتني حسب الطلب، يعني إيه؟ أنا دلوقتي العضو دي محطوطة في العضو الذكري كده، ده وضع انتصاب كأنه منتصب كده. لما بعمل ارتخاء بروح تاني كده. يبقى العضو كده مرتخي. الشخص لابس البنطلون، لابس الملابس الرسمية بتاعته، ماشي عادي خالص ومفيش حاجة باينة. ساعة ما يعوز يعمل حمام أو يمارس العلاقة يروح فرد العضو. بس. بعد ما يخلص يروح تاني كده.